الدنيا حياة البرزخ حياة الآخرة، وكما يقولوا العمل اللي زاد حصل حصل فعلا. كان بعضنا يقول لك والله غير كان يموت يتهنى، الله يتهنى نفسك، وين يتهنى يا ولدي وين يتهنى؟ راه انتقل إلى دار أخرى، وبعد من دار أخرى عاود يروح من دار الآخرة، والدار الآخرة فيها حساب على الأعمال التي فعل الإنسان في الدنيا. ثم بعد ذلك إما جنة أبدا أو نار أبدا، ويبدأ الخلود، الخلود الأبدي لما عاد في موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى اللي حصلت في الدنيا. وين يعني وين تهنى وين تهنى؟ اللي زاد تهنى، اللي ما تهنى، اللي زاد حصل فعلا حقيقة. قال وهي الحياة البرزخية تمتد من الموت إلى القيامة، تليها مرحلة القيامة والحشر والنشور والعرض والحساب، وتنتهي بمرحلة الجزاء والاستقرار في الجنة والنار. هكذا تصور الإنسان المسلم للعالم الآخرة وعالم الدنيا. قال ولما كانت الحياة التي تعقب مرحلتي الجنينية والدنيوية من أقصر مراحل هذه الدورة الوجودية الكبرى للإنسان، وكانت المراحل التالية لها هي أطول مراحل الدورة الوجودية، حيث الأخيرة هي أكبر والأطول. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أن الناس يعني في الأخيرة يشوفوا روحهم كان ما لبثوا إلا ساعة من النهار، الدنيا دي كلها كأنها ساعة من النهار بالمقارنة بالآخرة. نعم. وكانت قال وأكثرها غموضاً بالنسبة للإنسان لعدم قدرة العقل البشري وحده على إدراك حقيقتها وتكوين موقف صحيح منها، فقد أولاها الإنسان أهمية كبرى وشكلت هماً واهتماماً دائماً لوي الحد الدنيا رغم قصيرة جداً. والاهتمام بالحياة الأخروية لازم من لوازم الوجود البشري، لا يمكن أن يوجد فرد أو مجتمع أو ثقافة إلا باهتمام سؤال المصير الأخروي، أي طبيعة هذه الحياة وما بعد الحياة، بغض النظر عن تنوع وتباين تفاصيل الحياة. فالمهم الأخروي أو فالهم الأخروي يسكن النفس الإنسانية باستمرار. الناس دائما عندهم هذا المعنى، أي ثقافة أي حضارة عندهم يعني يهتمون بالمصير، إلى أين نحن سائرون، لماذا وجدنا، وإلى أين نحن سنصير. دائما عندها المجتمعات كلها كل إنسان، وهذا يعني من الأسئلة الفطرية كما يقول العلماء، تلقى الطفل الصغير يبدأ يسقس عليها من الصغر. نعم. إلى أن يكبر الإنسان ويبقى يتساءل ثم ماذا بعد الموت، ثم ماذا بعد الموت، هكذا. ولذلك يؤكد المحققون من علماء الأديان هذه الحقيقة التي أجمع عليها مؤرخو الأديان، وهي أنه ليست هناك مجموعة إنسانية أو أمة كبيرة ظهرت أو عاشت ثم مضت من هذه الدنيا دون أن تفكر في هذا المبدأ الإنساني ومصيره وفي تعليل ظواهر الكون وأحداثه. ما كانش أمة إلا وفكرت في هذا الأمر. لذلك نجد يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ هذا المعنى، معنى الإيمان بالآخرة في يعني المؤمنين. اسمع هذا الكلام العظيم العجيب جدا. قالوا في السنة تأكيد بهذه الحقيقة الكبيرة التي يغفل عنها كثير من الناس، فيكبر هم الدنيا في نفوسهم ويأخذ أبعادا غير مناسبة في حياته، فتضيع منهم حقيقة الدنيا ومتعها الحقيقية أو متعتها الحقيقية، ويؤثر ذلك سلبا على مصيرهم الأخروي، كما نلاحظ هذا في قوله صلى الله عليه وسلم. الحديث عجيب، من جعل الهموم هما واحدا. هذا درس عظيم للمسلم، عندك هم واحد تعيش من أجله تفكر فيه دائما. من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه.
كفاه الله هم الدنيا. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. سبحان الله، تتشعب الهموم، شغال بالدنيا، بالمال، بالجاه، بالسلطان، بكذا بكذا، بالمتعة، بالشهوة، كما تشوف يعني اليوم يتكلموا عن الله عز وجل يقولك شيء هذا المخلوق هذا مجنون ولا جميع، يتكلموا عن الله وعن الدين وعن الآخرة وعن الأنبياء والرسل والجنة شو شيء، على ما تلقاه إنسان ما فكرش أبدا في هذه الأشياء. يقولك الناس معها جميلة سيئة لا يعرفون عن مصلحتها لا لضرر. إذن تعال لاحظ هذا المعنى، شتت الله همومه في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها لك. الحديث رواه يعني ابن ماجه وصححه شيخ الألباني، حديث صحيح. شوف نموذج يعني من نماذج الرجال الصالحين الذين فانجعلوا همهم الآخرة. رجل سماه العلماء بخامس الخلفاء الراشدين، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. هذا الذي لم تتجاوز خلافته سنتين ونصف أحدث انقلاباً عظيماً في العالم الإسلامي بتطبيقه لشرع الله عز وجل. ولولا أن يد الشر طالته مبكراً انقلاله مات مسموماً لكان لعمله أثراً عظيماً في تاريخ المسلمين رحمه الله. يقول روى عنه مستشاره رجاء بن حيوة رحمه الله، هذا الذي جعله فعلاً للتذكير، قالوا أنت مهمتك تذكرني ونشوفني غلطت ولا متكلم وش كذا ذكرني. هذا ما كان. قال يا رجاء إن لي نفسا تواقة، تحب يعني فعلا أمور الخير ومعالي الأمور، تاقت نفسي إلى فاطمة بنت عبد الملك بنت عمه فتزوجتها. هذه اللي قال فيها العلماء هي بنت الملك وأخت الملك وزوجة الملك، هذه المرأة فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها. وتاقت نفسي إلى الإمارة فوليتها، كان والي فعل المدينة المنورة رحمه الله. وتاقت نفسي إلى الخلافة فأدركتها، شفت؟ قال وتاقت نفسي إلى الجنة فأرجو أن أدركها إن شاء الله عز وجل. أين شو تخمن الحوجة تاع الدنيا؟ أنا وصلت لها وحققتها، ما زلت حاجة الأخيرة هذه تاع الجنة فأرجو من الله عز وجل أن أدركها. انظر إلى هذا المعنى العجيب.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يذكر الصحابة رضي الله عنهم بهذا المعاني الأخروية العظيمة جدا، ويصور لهم عالم الآخرة كيف هو، حتى يعني تتوق أنفسهم إلى ذلك العالم. فقد ورد في صحيح البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم. هو في الجنة ويشوفوا الغرف اللي فوقهم في الجنة. إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغامر في الأفق. معنا نشوفوا هذيك النجمة هذيك العالية، يعني حتى هما في الجنة يشوفوا أهل الغرف بمسافات. إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. تفاضل في الأعمال الصالحة والإيمان والصدق واليقين في الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. هذيك تاع بعيدة شوفوا كي النجوم، هذيك راهي منازل الأنبياء. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إنا صدقناك وصدقنا كتابك وصدقنا المرسلين، اتبعنا نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ايش معنى العجيب هذا؟ ماشي للأنبياء، لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يصور له معنى آخر صلى الله عليه وسلم عن الآخرة. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، قال: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض أو أهل الدنيا من الكفار. الإنسان مترفه، يعني كما يقولون منا الآن أصحاب الملايير من الكفار، ما شافش شر خلاص في الدنيا. قال: فيغمسوه في النار غمسة. يا لطيف. فيغمس في النار غمسة، فيغمس فيها، ثم يقال له: أي فلان، هل أصابك نعيم قط؟ كيف ما شفت خير في الدنيا؟ يقول لهم: لا. يتفاصل كلش تاع نعيم الدنيا كامل يتفاصل. رأنا يعني عاش الدنيا في النعيم، ما أصابني نعيم قط. والشيخ من هول الآخر النار والعياذ بالله. ثم قال: ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا، مسكين غير بلايا ومصائب وأمراض وأتعاب. ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء فيقال: أغمسوه غمسة في الجنة. غمسوه غطسة وطلع، فيغمس فيها غمسة، فيقال له: أي فلان، هل أصابك ضر قط وبلاء؟ فيقول: ما أصابني قط ضر ولا بلاء. ينسى الرجل كل شيء ما وقع له في الدنيا، مما يدلك على أن عالم الآخرة عام عجيب، يعني ما تستطيعش أبدا تحاول تصوره بعقلك. مش بعقلك مما سيقع فيه. وهذا مليح بشر به المبتلين، كي يزور واحد مبتلى في مرض مزمن او مرض يعني معناها لا يعني شفاء منه، ذكروه معناها ذكروه. اذا بمعنى اخر ايضا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يغبط اهل العافيه أهل البلاء يوم القيامة، يغبطوهم يعني معناها يحسدوهم على الخير لا يفعلون. قال: بل يتمنوا أن لو أن يعني أجسادهم قرضت بالمقاريض، قطعوه من الخراب
قصور الصانع لما يرى من الخير الذي أعطاه الله تعالى لأهل البلاء. نعم، لما يصبر طبعا ويحتسب. فمليح ذكروا الناس لمثل هذه الأحاديث. كذلك انظر الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يفكرون يعني في الصلة بالله عز وجل، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. يذكر في صحيح مسلم أن الصحابي حنظلة التقى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له: كيف أنت؟ أبو بكر قال لحنظلة، قال: كيف أنت؟ فقال حنظلة: قلت نافق حنظلة. نافق يعني شوفوا، شاف هذاك الحال هذاك اللي يتبدل من أوقات الصلاة وأوقات، هذه نقطة مهمة نفهموها احنا ثاني، وقت يكون في الصلاة يكون في الجامع يكون في الذكر يكون في القرآن، في حالة أخرى صلة بالله وربانية وروحانية وسكينة، كي تخرج للخدمة تبدأ تهبط هذيك هذيك الشحنات الإيمانية. فهذا هو اللي خلاه يقول نفقة. قال: فقلت سبحان الله ما تقول؟ أبو بكر الصديق يقول: وش تقول سبحان الله؟ كلام كبير خطير هذا. قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين، كنا نشوف فيها قدام عينينا. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر: وفوالله إنا لنلقى مثل هذا حتى أنا أيضا عندي الشيء هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة: يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا؟ قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي، لو تدوم على الحالة اللي حال الإيمان العالي، دوم عليها حتى يعني في دياركم وفي تجارتكم وضيعاتكم وفلحتكم، لو تدومون على ما تكون عندي وفي الذكر، دوم أيضا على الحالة دائما تكون في الذكر، لصافحتكم الملائكة على فروشكم. تصور ملائكة فعلا تصافحكم على فروشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وساعة. قال هذا يعني مرة هكا مرة، يستحيل الإنسان مش يبقى دائما يعني شد ما يسميه علماء التربية الروحية بالجمع، جمع مع الله عز وجل، دائما مجموع مع الله عز وجل، ما تفرقش أبدا، كاش الفاصل، دائما الله حاضر في قلبك، دائما تعيش مع الله عز وجل. وهذا هو الذي جعل يعني فعلا هؤلاء الذين فعلا يهتمون بهذا وتطرفوا في ذلك، اللي يسمون الصوفية وغيرها، حبوا يكونوا دائما صلة بالله عز وجل، تبقى دائما صلة بالله عز وجل في حال جمع ولا يتفرقون أبدا، لا يعني ما يخدموش ما يعني يزرعوش ما يهتموش بالدنيا، يبقوا دائما صلة بالله والقلب حاضر مع الله. هذا أمر يعني فعلا بعيد كل الوقت. نعم. نختم يعني بهذا الحادثة التي نعرفها في غزوة بدر، حيث يعني أن أحد الصحابة رضي الله عنه كان يأكل في تمرات فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض
مش كيفاش هكذا ينفعنا، دائما تذكر بالاخره. قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. قال يقول عمير بن الحمام الانصاري يا رسول الله جنه عرضها السماوات والارض؟ قال نعم. قال بخن بخن. فقال رسول الله ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله الا رجاءة ان اكون من اهلها، اتمنى اكون من اهل الجنه. قال فانك من اهلها. الله اكبر ما شاء الله. شد النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج تمرات من قرنه، يعني شبه يعني زواد ولا شيء من ذلك، فجعل ياكل منها ثم قال لئن انا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. نبقى حتى نكمل تمرتان. والنبي قال لي راك من أهل الجنة. قال فرمى بها أو ما كان معه من تمر ثم قاتل المشركين حتى قتل رضي الله عنه، فكان من أهل الجنة. هكذا يعني فعلا تشوف يعني وغيرها وغيرها من الأمثلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بالجنة وبالنار، يذكرهم بالآخرة. نعم. ويعني يجعل هذا شرط من شروط يعني الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر، أن من فعل كذا وكذا فله يعني هذا الخير العظيم. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمع قوله فيتبعون أحسنه. تفضل إذا كان في بعض الإضافات أو الاستفسارات أو الأسئلة أو شيء من وش تنتظر من الكافر؟ وش تنتظر من الإنسان الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا شيء؟ ليس بعد الكفر ذنب كما يقول العلماء، ليس بعد الكفر ذنب. دائما الكافر يعني يأخذ الأمور هذه لا يأخذها بجد، بهزل وسخرية. شوف رغم الأدلة والبراهين والحجج ويعني الكلام الذي فعلا يعني يجعل أي عاقل يقتنع، ورغم ذلك فعلا فلم يؤمنوا. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. تصور عادي يقترحون على الله العذاب، هات الناس اللي هات العذاب، تقول تهددنا بالعذاب، هات هنا العذاب ضرر. تعرف يعني ردهم على النبي صلى الله عليه وسلم واقتراحهم ان ياتي بقران غير هذا او يبدله، كل هذا يعني لا غرابه ان يقوله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك ولا يحمونا يا رب العالمين يا رحمن الرحيم. اللهم أصلح لنا الدين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي تذهب إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.